في إطار جهودها المباركة لمكافحة جائحة كورونا، افتتحت العتبة العباسية المقدسة ردهة الحياة الرابعة في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية في كربلاء المقدسة. جاء ذلك امتثالاً للتوجيهات السديدة التي أوعز بها سماحة المتولي الشرعي للعتبة المطهرة للكوادر الهندسية والفنية في قسم الصيانة الهندسية، دعماً منها للكوادر الجيش الأبيض، إضافة إلى زيادة السعة السريرية في محافظة كربلاء. فتحنا معاهم الحياة رقم 4، هذه طبعا هذه وحدة من عدة مباني زادت بالسعة السريرية للحميات، زادت بالسعة السريرية اللي تحتاجها مدينة الإمام حسين الطبية، هذا طبعا بهذا المجاميع التي تقوم بإنعاش المصابين فضلا عن الأشعة وكذلك المختبرات. شكرنا الجزيل لهذه المبادرة، وهي طبعا هذه ليست بالجديدة، هي واحدة من مبادرات عدة ساهمت بتمكين وترصين الوضع الصحي في كربلاء المقدسة. ويستمر عطاء العتبة العباسية المقدسة بكوادرها كوادر قسم الصيانة الهندسية بإنشاء ردهات ومستشفيات إيواء مرضى كورونا بتوجيهات من سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، جزاه الله خير. حقيقة كوادر العتبة العباسية الآن تعمل ليلا ونهارا في عدة مواقع أخرى إضافة للمواقع القديمة التي تم إنشائها. ملحمة إنجاز دامت 24 يوما مواصلة الليل بالنهار، نتج عنها إنشاء ردهتين لكل واحدة عملها. الأولى شيدت لتكون عيادات استشارية متكاملة من جميع النواحي وفق المقاييس التي وضعتها وزارة الصحة العراقية، أما الأخرى تضم 45 سريرا لحجر المصابين بفيروس كورونا. هذه الردهة هي عبارة عن 6 استشاريات مع صيدلية ومختبر وأشعة وسونار، بالإضافة إلى ردهات للممرضين والممرضات، و45 سرير لاستقبال حالات المشتبه بها وفق قياسات وأساسيات وخدمات عالمية وتصميم سريع. هذا العمل تقريبا استغرق 20 يوم، قرابة 20 يوم، ليل مع نهار، عمل متواصل. الحمد لله كوادر قسم الصيانة الهندسية أنجزت هذا العمل بالوقت المحدد وبتجاوز كل الصعوبات الموجودة من خلال اختلاط وقرب المصابين. ما أنجزته العتبة العباسية المقدسة وما حققته من تغيير حاصل في العراق حتى يومنا هذا لا يمكن اختزاله في بضع كلمات، وما أنجاز هذه البناية في مثل هذه المدة القياسية إلا دليل على ذلك.